الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على المعاندين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم معالم بيانية في آيات قرآنية، والآية التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا اللقاء هي قول الله جل وعلا في الآية 97 من سورة الكهف: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. والمخبر عنه هنا هو ذلكم الردم الذي بناه ذو القرنين. وقبل بيان ما نحن عازمين على بيانه، هو أن نبين أن الله جل وعلا جعل لهذا الملك ذو القرنين سلطانا عظيما وحججا باهرة وقدرة قال الله عنها: إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. طاف ذو القرنين الآفاق وجال المشارق والمغارب حتى وصل كما قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. طرحوا عليه قضيتهم، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج قبيلتان من مصر يافت بن نوح على نوح السلام مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فأجابهم هذا الملك الصالح، قال: ما مكنني فيه ربي خير، فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرق عليه قطرا. فبنى ذو القرنين هذا الردم بين السدين ليكف شر يأجوج ومأجوج عن أولئك القوم الذين نعتهم الله جل وعلا بقوله: لا يكادون يفقهون قولا. ثم قال الله جل وعلا: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما نريد أن نوضحه ها هنا، لماذا ذكرت استطاعوا بالتخفيف وذكرت استطاعوا بالتثقيل؟ فالتاء زيدت في الفعل الثاني وتركت وخلي عنها الفعل الأول. والعرب تقول إن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، ونجيب على ذلك كما أجاب أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم من قبل بما يلي: هذا الردم الذي بناه ذو القرنين ليصد ويكف شر يأجوج ومأجوج، حاولت تلك القبائل يأجوج ومأجوج أن تتجاوزه إلى ما تريد، ولا سبيل لهم إلى تجاوزه إلا بإحدى طريقين. الطريقة الأولى أن يظهروا على السد، بمعنى أن يصعدوا عليه، أن يرتقوا عليه ثم يصلون إلى مرادهم. والحالة الأخرى أن يحدثوا فيه نقبا، فإذا أحدثوا فيه نقبا سهل لهم بعد ذلك أن يخرجوا إلى غيرهم من خلال هذا النقب. هذا هو المتعين لهم والذي يرونونه. ومعلوم أنهم إذا اختاروا إحدى الطريقتين، فإذا اختاروا الارتقاء والعلو والظهور كما حكاه الله، فإنه بلا شك أسهل من قضية أنهم يسعون في نقب ذلك الردم. ومعلوم لكل ذي عقل أن ارتقاء الشيء والعلو عليه، ارتقاء الجبل مثلا والعلو عليه، أيسر بكثير من نقبه وخرقه. ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك الظهور قرنه بالفعل استطاعوا مخففا، فما استطاعوا أن يظهروا، حتى تدخر التاء لما هو أشد وهو النقب، تدخر التاء لما هو أشد وهو النقب، فيصبح هناك توازن ما بين المعنيين المراد ذكرهما وما بين الفعلين اللذين سيق بهما ذلك المعنى. فقال ربنا: فما استطاعوا أن يظهروا، ثم قال: وما استطاعوا له نقبا. فلما كان النقب أشد من الظهور جعل الله جل وعلا التاء مزيدة في استطاعوا وجعلها مخففة في استطاعوا وجعلها مزيدة في استطاعوا. فقال ربنا: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ولا ريب أن هذا يبين لنا بجلاء
عظمة هذا القرآن، وأنه منزل من لدن حكيم خبير، وأنه منزل من لدن حكيم خبير لا رب غيره ولا إله سواه. والمؤمن الذي يكثر من تلاوة القرآن ويقف عند هذه المعالم البيانية فيه لا بد أن تؤثر على لسانه ويصبح أكثر سليقة وأقرب إلى الفصاحة والبيان والعلم بالبلاغة واللغة من غيره، لأن القرآن في أصله كما قال الله قرآنا عربيا غير ذي عوج، قرآنا عربيا غير ذي عوج. وإن استطردنا بالحديث عند القرنين فإننا نقول زيادة في الإيضاح إن هذا الرجل أحد من ذكرهم الله جل وعلا بثناء، لكن اختلفت كلمة أهل العلم فيهم هل هو معدود في الأنبياء أم لا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، لا أدري أكان ذو القرنين نبيا أم لا. وما أجمل تلك العبارة التي قالها بعض العلماء، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري فكيف لنا أن نقتحم الجزم في ذي القرنين هل هو نبي أو لا. فنقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا ندري أكان ذو القرنين نبيا أم لا، لكنه كان ملكا صالحا قطعا، لأن الله جل وعلا أخبر عن علو شأنه وعن قوله تبارك وتعالى فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما قلنا يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وجه الدلالة على صلاحه قول الله جل وعلا عنه قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. نقول أيها الأخ المبارك والأخت المباركة في هذا التوافق في المعنى ما بين الفعلين، وهذا عود على بدء يبين لنا عظمة القرآن وسمو أسلوبه وجمال عبارته، وأن الرب تبارك وتعالى كما عني جل وعلا بما تضمنه هذا القرآن من معان، عني جل وعلا بما كان في هذا القرآن من فصاحة وبيان، ولا ريب أنه أنزل كذلك على رسول ببيان وبلاغة هو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. هذا ما تيسر إراده، وعان الله جل وعلا على قوله حول قوله تبارك وتعالى في الآية 97 من سورة الكهف فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. نرجو الله أن يكون قد حل بهذا البيان الكثير من الإشكال حول هذه الآية المباركة في سورة الكهف. والله تعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.